طيب جرول، نحن طبعا في شارع الزبيدة اللي هو على الجهة اليسرى، هذه اللي هو شرف المطبق اللي أكلنا فيه قبل فترة بسيطة. يعني الكوبري هذا اللي فوق هو جزء من الدائري الثاني اللي شفنا بدايته قبل قليل عند الاتجاه إلى الجهة اليمنى والدوران إلى الجهة اليمنى. بشكل مباشر إلى الأمام ريع الحجون أو شارع الحجون، حيث سوق العتيبية. سوق العتيبية طبعا من أشهر الأسواق وأقدمها، وهي اللي أقترحها على الناس، لأنه كثير ناس بيقولوا لي وأنت بتتكلم أشرح لنا الأسواق. السوق سوق العتيبية ممكن تروح، وفي سوق العزيزية شوية شوية أثناء الشرح نشرح إن شاء الله، لأنه صعب أسوي فيديو واحد على كل الأسواق، لكن أثناء الشرح ممكن أتكلم على الأسواق. طيب بالنسبة للفنادق هنا في جرول، هذه يحتاج لها فيديو أظن خاص بيها. طيب الآن طبعا قبل هذا في اتجاه إلى، خليني أنا أرجع وأصور لكم كيف أرجع إلى الحرم. أنا كنت في المنطقة هذه اللي هي الركن، هذا الركن، و يعني قادم من الجهة اليمنى، تخيلوا أخذت التفاف إلى الجهة اليمنى كده، اكون انا داخل على ايش، على الطريق الدائري الثاني. طيب حيجيني قدامي نفق السليمانية وانفاق السليمانية. طبعا من النفق هذا حنخرج على فين؟ انتظروا قليلا، اللي ما يعرف انتظر، واللي يعرف يجاوب ولو علامة، زي ما كانوا يعطونا نجمة، ما ادري والله، مو نحن اللي كانوا يعطونا نجمة، انا اتذكر اللي الجيل اللي بعدي طلعت فكرة النجمة. شوف أول ما نخرج من النفق ناخد الاتجاه الأيمن، حيكون نازلين نحن على فين؟ ها؟ على فين؟ على الغزة. ممتاز، على الغزة. طبعا المنطقة اللي يميني كانت تعرف بالخريق، وكان في مبنى البريد معروف كبير جدا، و يعني أزيلت لمصلحة التوسعة. طبعا كده نحن بنيجي على منطقة الغزة. طبعا شارع الغزة يعني أزيح قليلا على الجهة اليسرى كما ذكرت، وكده بيظهر ايش أمامنا، برج الساعة. هذه المنطقة طبعا أصبح الحرم على الجهة المعاكسة في الخلف يعني. طبعا هذه كلها فنادق أمامنا، وعلى هذه المنطقة اللي في الجهة اليمنى أو يعني يميني يوجد تاكسيات لمدن المملكة المختلفة، المدينة، الطائف، تتحرك من هنا. طبعا سامحوني إذا أكرر معلومة، الجسر هذا جزء من الطريق الدائري الثاني في مكة، هذا على اليسار مسجد الشجرة. كده نحن بنتجه إلى معابدة. طيب يظهر مسجد، جزء من مسجد الجن. طبعا انا توقفت وبدأت اصور تاني مرة، هذه المنطقة اللي نزلت منها انا كي تتضح لكم الصورة. طيب طبعا الطريق التاير الثاني يمتد، انا نزلت من هذا المكان، من هذا المكان يعني نزلت الى اسفل الى الغزة. ماشي، وكده هتجه الى فين؟ إلى الجميزة والمعابدة ويعني أحياء مكة الأخرى. بالنسبة للي بدهم يتجهوا الطائف ممكن يتجهوا، ممكن طبعا من ضمن الاتجاهات المتاحة هذا الطريق. أيوة طبعا هنا المدخل هذا والحارة والمنطقة هذه اللي على الجهة اليمنى يسموها برحة القطان. طبعا على الجهة اليسرى القبور اللي هي المعلاة، هذا الجزء الآخر من المعلاة. طبعا عدينا كوبري اللي هو جسر ليش الحجون. طيب نحن كده هنكون داخلين على جسر الحجون. طبعا هذه كلها فنادق،
كده الآن إحنا نازلين من ريع الحجون. طبعا هذا الطريق ممكن اللي يعني عنده رغبة يتجه إلى سوق العتيبية يجي مع هذا الطريق، عرفته من جهة الغزة وعرفته من جهة جرول وعرفته من جهة يعني قادمي إلى جهة الحرم من المعابدة الغزة. طيب سوق العتيبية طبعا له فيديو أيضا اللي هو شارع الأندلس باسم شارع الأندلس. طبعا تبدأ المحلات من قبل ما ندخل شارع الأندلس، يعني العتيبية هذا طبعا الشارع هذا زمان أنا أتذكره كان يعني ضيق جدا، بعدين تم توسعته. هذا الجهة اليمنى هو مدخل سوق العتيبية وشارع الأندلس، وبعد كده يجي هذا شارع الجزائر، هذا مدخل شارع الجزائر اللي على الجهة اليمنى، وكده حننزل على ريع الكحل تحت كده ريع الكحل. طيب هذا ريع الكحل طبعا ايش هنلاقي دحين قدام بالنسبة لل يعني انا اتمنى يكون فيه ايش ثمرة للمجهود. هذا ريع الكحل قدام هنلاقي في اخر شيء في النزول، يعني بعد ما ننزل بعد الانتهاء من الريع اللي هو الجبل او المرتفع من الارض هنلاقي جامعة ام القرى قسم الطالبات، وقبل كده هنلاقي على الجهة اليمنى البيك زي ما ظهر اهو، والجسر هذا جسر الزاهر ومستشفى الملك عبد العزيز كلها في هذه المنطقة. واضح كده انا ما حطلع الجسر بس عشان نربط مع بعض المعلومات. طيب هذا البيك، وحيظهر على اليسار جامعة ام القرى قسم الطالبات. طبعا هذا الشارع ليس الشارع الرئيسي للزاهر، شوية كده حندخل عليه اللي هو خلف المبنى هذا، ويكون هناك مستشفى الملك عبد العزيز. عبد العزيز دام الصحة والعافية عليكم.